كان أسفر رئاس ريري ثني يمضان لقديش ذو قمضيق نسلما ذو سلاغ ذو سلما ذا جدان ذي مولاه نترفقا ذو ذي قدشان ذو قمضيق نت ذمسا ذي غارفازن أكيد زوج ألاف واثنين وعشرين ديليان ثريري ثني يمضان السان الخميس 23 ذي مغرس سيزوج نت مديث وديلي وياس وسفقان يسمى وان ذي لثين مهلين نترفقا دوك سنتا النظام ذي الولاية مستغنم ثلدين ثمان التزور ثدوك خام التوجيا ذي خروبا سالثم هلث نورقع ويلا دوهجيان يال ثي غرغرين التوجيا كان دلا ثمرنان خمسين النمضقا نغني طرحا النمضا أكن ذاغان إيدي لو هجين دقس نتاوي لا تستكنولوجيين ثي مين وثين ذي جوان وخام سدما إيوصن غسل الحريسة على دغاذ وقورا رمضان ينلا الترميم ما شملش فقط البناءات والى اخره بل حتى شمل التجهيزات وحتى الموارد البشريه اللي راح تكون في خدمه المواطن في المصلحه واكيد اللي راعينا فيه جميع التعليمات الصادره عن الوزاره الوصيه اللي تعلق بالمريض يعني كيف خطه المريض كيف مسار المريض تقديم العلاجات وحتى ابسط الاشياء دونك ديزون كو لا بال راهي عندنا كطاقم طبي وراهي عند الشعب ثاني باسكو ليتيليزاتور سي انا وانت باسكو انا كطاقم طبي بصح انا كنت ثاني مريض دونك لازم ثاني الشعب يتفاهم شويه الوضعيه وي دوا كومبروند كو سي سون بيان هذا ماهوش رزق البراني هذا رزق نتاع الشعب دونك كي يجي يحاول عليه يعاوننا باش نحاولوا عليه جو كوا كو سي ان مكسب كيما يقولوا سي ان بيجو ربي كرمنا به دونك لازم نحاولوا عليه الصحه تاعي والصحه تاعك والصحه تاع تو لي سيتوان أثبتت كونفدرالية ثغنا وثنو فراس بوكسوما من ليلة مللين فوس الدو نواهي لإيديان ذافون تزاير السيلين يلي فرس النت هلا سيثامي وين النت ومزوت سلجملا السريد غاريم تغن ذهي لفي تفدى كونفدرالية ثغنا وثستوليا لسواق النت ويزيان ذي الولاية نصطيف فارس شايب يزيد السوية في المعرض هذا الحمد لله يعني رخيص خير من برا كيلو ب 49 حتى هذاك الحمد لله وكفى الناس الكل والحمد لله. نشكر الفلاحين على المبادره اللي داروها هذيك ونقول لهم صحه رب داركم وربي يحفظكم ان شاء الله. نحن ككونفدراليه وطنيه لمربي الدواجن التحقنا بمبادره البيع من المنتج الى المستهلك في شهر رمضان وقمنا بفتح عده نقاط لبيع الدجاج والبيض 350 دينار جزائري للكيلوغرام من الدجاج 480 دينار جزائري لصفيحة البيض. المبادرة التي طلقتها الدولة من المنتج إلى المستهلك في توفير كمية دواجن إن شاء الله احنا رانا هنا مع في متناول المواطن. سال فوزنا نيزجارن دو جو زاير غا في مورث برازيل ثاني بضان ذو قطون غارث من مياه ذقرو يتقسن الولايات نوسامار وسال القرار نيام ضبران اي مثويا اذان تثون زو ثنوكسوم استدريمت اور نتعدينا راه 1200 اي دينار هذا نزارو ياردي ثوارق تود نسي غرون سالمي ديك شم وطونا من زون يزقران يدوغ ثمورثن الزير غف ثمورثن برازيل وطون يبضون سوق جمال غار 800 نقرة إلا دو سراس نتوزنا ثمن زوث ذي الولاية برج باريريج ذي ثمان المرجى الأخضر نيخوسمان سلايا إلا دفدون وفراق ذو سوزرن وكسوم غار ثامي وين نتونزوثي مجارذن أنا عندنا نقطة بيع لهنا الحم جوست نهضروا على الحم تاع البريزيل هذا كاين الوفره ان شاء الله الحمد لله يعني على كل حال راهي دخلت واحد 800 ولا 900 دخلت لهنا لولايه البرج عندنا ربع نقاط منهم النقطه هذه اللي رانا فيها اليوم نشهدوا اقبال كبير من طرف المواطنين عندنا مواد ذات انتاج حيواني وذات انتاج نباتي ما يخفاكمش بالنسبه لذات الانتاج الحيواني كاين كونفونسيون مع لوناب اليوم اللي راها توفر في ماده اللحوم البيضاء بسعر 350 دينار جزائري وكذا بالنسبه للحوم الحمراء نشهدوا باللي السعر تاعها في السوق ب 1200 دينار جزائري هذه اللحوم المستورده من البرازيل فيما يخص النوعيه الحمد لله ان نشوفوا مصالح مفتشي البيطاريه يعني قائمه بالواجب تاعها على احسن دور كذلك يعني دخول حيز الخدمه يعني لمذبح جديد على مستوى بلدية الحمادية وكذلك عودة مذبح البلدي لبلدية برج بارجير للعمل يعني سيسمح بتوفير كل شروط الصحية وشروط السلامة يعني في عملية الذبح
ولا ذي الولايه نتوفيرت سثفذا ثمهلت نتونزو ثني خسمان ميثيان دولة غفوذ نتيغين 1200 ديناران ذا السماء السلاثة غني مزلاغ ذي الدقس نتمنظين تغيوانين إثغزين التليث الرمضان أم جابونا الحم تاع 120 والله غير ما شاء الله مبادرة زينة وإن شاء الله الدوم تكون مداومة وإن شاء الله نزيد إن شاء الله نزيدوا هذا شهر رمضان المعظم هذه يوم كان يسن الزوالي كان المسكين ما يقضيش شي حتى 200 و280 هذه ان شاء الله مبادره مليحه من عند الدوله والحمد لله يعني الحمد لله كي داروا لنا هذه المبادره في شهر رمضان استحدثنا في ولايه بيره عده نقاط بيع ونقدر نسميوها اسواق لبيع جميع المنتجات الفلاحيه والغذائيه ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان وحنا خططنا لهذه العمليه واليوم رانا في نقطه المستحدثه في قاعه الرياضات التي بجانب المسجد وين لاحظنا إقبال اليوم انطلقت عملية البيع وين شفنا باللي كانت اللحم ذو سعر 1200 دينار متوفر خلال التعليمات المسدات من طرف سيد وزير التجارة وترقية الصادرات وكذا والي ولاية البويرة تم فتح عدة أسواق على مستوى ولاية البويرة وصل إلى 15 سوق من خلال هذه الأسواق نعمل على توفير المواد الأساسية التي تشهد طلبا من طرف المستهلك خلال شهر رمضان على رأسها اللحوم البيضاء والحمراء التيقاوين وذهلان يزمرنا السخصين ثيمس إشعلان ذي خسمان سلصنا في نس خرصوم ذي قوقور رمضان أقورن الخير ذا الرحمة أدغس وين صوت غارثة قارني سلان الجاكون ذي لهنا ذي الخير ذي غرغورة مسامينا